هشام مهلول صديق وحبيب وفنان كبير، نتمنوا ليه ان شاء الله الشفاء العاجل ويرجع للساحه، والله يخلي له صحيحته ويخلي له مهمته لانه رجل طيب ويستاهل كل خير. هشام بهلول راه دعينا معاه ديجا والله يشافيه، وهو بالنسبه لي اخ وعزيز عليا وكنطلب له الشفاء. هشام بهلول حنا اللي تنقولوا له تنتمنوا له الشفاء العاجل، واللي يمكن لي نقول مباشره لهشام بهلول بانني تنتسناوك. حنا متبعينو عن قرب وكندعيو له من القلب ديالنا ان ربي سبحانه وتعالى يشافيه. سمعنا اخبار ساره، انا بالخصوص عندي معاه علاقه مقربه وشاركت معاه في عده اعمال اخرها مسلسل دارت الايام اللي كان على ميديا تي في، العمل معاه متعه، ولد مخلق طيب مسكين كيبغي يدير الخير والله يشوف من حاله صافي. مشينا شفناه في السبيطار وكنا مخلوعين عليه، ولكن دابا الحمد لله ولا شويه لاباس. الله يشافيه ويرجع لنا ان شاء الله كما كنعرفوه سليم ومعافى والوسط الناس ديالو وحبابه، والله يشافي الجميع ان شاء الله.